العودة بحذر تطلبت كثير من الإجراءات، والكل لاحظ خلال الفترة الماضية ارتفاع في الوعي من خلال ارتداء الكمامة في الأماكن العامة أو حتى في أماكن التجمعات. ارتفاع الوعي هذا بالطبيعي يرافق ارتفاع في طلب الكمامات، وهو ما لاحظناه خلال الأيام الماضية. ونطمئنكم بأنه ارتفاع الطلب الحاصل تواكب مع ارتفاع في التوفر. نحن نعمل على مسارين أساسيين لضمان توفر الكمامات واستمرارها. المسار الأول من خلال الصناعات الوطنية، يوجد لدينا في المملكة ولله الحمد 9 مصانع وطنية موزعة على مناطق منطقة مكة المكرمة وجدة وأيضا في الرياض والمنطقة الشرقية. 9 مصانع يصل إنتاجها اليومي إلى 2.5 مليون كمامة يوميا، ولا زال العمل جاري على رفع هذه الطاقة الإنتاجية بشكل مستمر. ويمكن لاحظنا خلال الأيام الماضية بعض الأخبار الخاصة بتركيب خطوط إنتاج جديدة في المصانع، إضافة طبعا إلى مسار الثاني وهو مسار الاستيراد. جهود مشتركة ما بين القطاع الخاص والقطاع العام بالشراكة مع شركة الخطوط السعودية للشحن لبناء جسر جوي متكامل يضمن تدفق الكمامات بشكل يومي للمملكة العربية السعودية عن طريق مطاراتها المختلفة، واللي وصل معدل أو متوسط هذا الاستيراد خلال 14 يوم الماضية إلى 10 مليون كمامة يوميا تتم من خلال مطارات المملكة. يتم فحصها وتدقيقها من خلال الهيئة العامة للجمارك أو حتى الهيئة العامة للغذاء والدواء باختلاف اختصاص الكمامات الطبية وغير الطبية حتى نضمن لوصولها إلى الصيدليات ومنافذ البيع. إضافة إلى ذلك الجهود المستمرة الرقابية لوزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء والجهات الأمنية في التحقق من موضوع احتكار الكمامات أو حتى جودتها ومطابقتها للمواصفات من خلال الفرقة التفتيشية الميدانية التي يوميا تقوم بالرقابة على هذا الموضوع. ولذلك يمكن لاحظتوا خلال الأيام الماضية ويعني صدور عدد من الأخبار الخاصة بإغلاق بعض المستودعات ومصادرة الكميات المحتكرة فيها وأيضا إعادتها إلى الصيدليات لبيعها من جديد على المستهلك بطريقة عادلة. كذلك هناك جهود رقابية مستمرة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة التجارة لتلقي أو لمعالجة البلاغات اللي وصلت خلال الـ 14 يوم إلى 14,300 بلاغ تم معالجة ما يقارب 75 منها خلال الفترة الماضية، ونطمح إن شاء الله الفترة القادمة أن تزيد معدل معالجة البلاغات. ونعتذر لكل مستهلك ذهب إلى الصيدلية ولم يجد، لذلك وفرت الهيئة العامة للغذاء والدواء تطبيق طمني واللي يتيح لك بضغطتين فقط الوصول إلى أقرب صيدلية توفر هذه الكمامات. هذا التطبيق متاح لجميع من خلال المتاجر، نأمل تحديثه في البداية ثم استخدامه. هذا التطبيق يظهر لك من مكان إقامتك أو من مكان اللي أنت فتحت منه الجوال أقرب صيدلية لك، وبالتالي بإمكانك الوصول لها بطريقة سهلة. المهم إذا رحت الصيدلية ولاحظت عدم التوفر في الصيدلية وعدم تطابق المعلومات في التطبيق مع الواقع، أرجوك بلغ، فبلاغك يساعدنا على معالجة هذا على هذه الحالة، وبالتالي يمكننا ضمان التوفر بشكل عام في الأسواق والصيدليات ونقاط البيع بشكل كبير جدا من خلال متابعة هذه البلاغات. أخيرا من المهم جدا أن نعود بحذر. علماء اللغة يقولون بأن نعود فعل يعني الاستمرار في الحاضر مرتبط بحذر، ونحن نقول لنصنع غدا الجميل بحذر اليوم، ودمتم سالمين.